اليوم الذي تحتفي الدول العربية والعالمية بيوم المواطن، اليوم الذي أرادت فيه الأمم المتحدة هذه الفئة بأن تجعل لهم يوما يحتفى بهم. المعاق ليس معاق ذهنيا أو عقليا، ولكن المعاق هو من يعوق الناس، ودي حقيقة. يعني أنا بشوف في الحقيقة ناس كتير بتعوق مصالح بعض، بيوقفوا ضد بعض، بيبقوا مش عارفة ليه مترفسين لبعض. بقينا الدنيا غريبة، والدنيا يعني مش حكاية المعاقين بس، على فكرة بقت الحياة كلها للأسف الشديد. أنا مش متشائمة والله ولا حاجة، ولكن أنا نفسي ألاقي الدنيا حلوة وجميلة، ولاقي الناس كلها بتحب بعض وقلبها على بعض عشان ننمو من اللي احنا فيه. يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو احنا اتغيرنا والله هتبقى يبقى كل شيء جميل حوالينا. جيت هنا بغرض اكسب ثواب وافرح ان الناس تبقى فرحانه بوجودي، ودي اقل من اقل حاجه اقدر اعملها. انه هم لما بيحبوكي بيحبوا يشوفوكي، لما بيحسوا ان انت اهتميتي بيهم بتزرعي البسمه على وجوههم. البسمه دي بتنقلك احساس بالامان حلو قوي، واحساس بصي هو انت قلتي حاجه حلوه قوي، الانسانه. والانسانه دي حاجه يعني صدقيني لو قلت لك انه بالنسبه لي اهم من فنانه ومن اهم من نجمه واي تقديم ممكن تقدميها. لان احنا في الاخر بني ادمين، او بني ادم طبعا، بني ادم. انا مش عايزه اغلط لغه عربيه، بس احساس الانسان بالانسان دي 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 نعمه ربنا يديها. لانه لو كل واحد عايش لنفسه مع نفسه هنبقى في غابة. وللأسف احنا في فترة او احنا في زمن الناس فيه بقت بجد صعبة، لازم نساعدهم بشتى الطرق، مش لازم ماديا، حتى معنويا، حتى تروحي تطبطبي عليه، تقعدي معاه، تكلميه، تقدمي له ان شاء الله بسكوتايه. هم بيفرحوا بأي حاجة، فهماني؟ يعني عندهم احساس مرهف في كل شيء.